واضح ان اللي عمل الكلاب هاوس اهلاوي، واضح، لانه الحقيقه لما تشوف الفرق في الرومز او الغرف اللي ما تخش على كل الرومز اللي موجوده سواء للاهلاويه او لغيرهم، تعرف الفرق. الاهلاويه بيتكلموا بمنطق وبيتكلموا بعقل وبيتكلموا حتى لو بينتقدوا النادي بتاعهم او بينتقدوا اداء فريقهم، ولكن الناس لما انا بخش اسمع الحقيقه فسعيد جدا بكلاب هاوس. انا والله ما بعمل اعلان، ولكن سعيد، سعيد لانه كل واحد بعد كده ابتداء من النهارده او ابتداء من امبارح الساعه 11 12 بالليل لغايه دلوقتي، انا مش عايز حد يفتح بقه يقول لي اصل انا عندي مظلوميه، اصل احنا النادي المظلوم طوال حياته. ابدا، حضرتك اللي قلت على لسان المتحدث الرسمي بتاعك قلت ايه؟ قلت يا جماعه ده فيلم احنا عاملينه علشان بس الناس تتعاطف معانا. انتهت اسطوره المظلوميه، انتهت خلاص. احنا بالنسبه لنا احنا عارفين طبعا ان ده فيلم، وانتوا ليه مخرج وليه ممثلين وليه معدين وكل حاجه، كل ده احنا عارفينه كاهلاويه، ولكن ان يطلع حد يكلم بهذا الشكل وبهذا المنطق وبهذا المنظر، اعتقد ان من بدايه من الوقت اللي حصل فيه الكلام ده مش عايزين حد يتكلم في الموضوع ده تاني لو سمحتوا. احنا بنتكلم بطريقتنا دايما، عمرنا ما هنروح للطريقه بتاعت اي حد تاني، لكن احنا دايما بنتكلم بطريقتنا. هتيجي تقول لي مظلوميه، هقول لك اسمع، ما تجيش بقى بعد كده تقول لي اصل اللي اخترع كلاب هاوس ده اهلاوي. ما ممكن يحصل كده في اطار الحمله اللي شغاله اليومين دول. هو ده الفرق، وهو ده الاسلوب، وهو ده الفارق، انا اسف جدا، الفارق ما بين اسلوب النادي الاهلي واي حد تاني.